أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على برنامج أو تطبيق لتطبيقات الأندرويد اسمه واتس دايركت. مهمة هذا التطبيق أصدقائي هو مراسلة أحد الأشخاص دون إضافة رقمه إلى جهات الاتصال لديك. عادة أنت تريد محادثة شخص ليس لديك اسمه على جهات الاتصال وتريد محادثته بالواتساب، تضطر إلى إضافة اسمه بجهات اتصالك كي تحادثه بالواتساب. هذا التطبيق مهمته إضافة الرقم داخله والانتقال مباشرة إلى الواتساب لتكلم هذا الرقم دون إضافة اسمه إلى جهات الاتصال. بالبداية نقوم بتنصيب البرنامج أو تنزيل البرنامج من جوجل بلاي، كما نشاهد موجود هو لدينا في واتس بالاسم واتس دايركت، تقوم بتحميله من جوجل بلاي. نعود إلى واتس دايركت الآن، نضغط عليه فتح، نلاحظ أنه أصبح جاهز لتلقي رقم. سوف نجرب أحد الأرقام لدي لكي أستخدمه وأحادثه. مثلا سوف أقوم بتجريب هذا الرقم، طبعا بدون إضافة رمز الدولة وبدون إضافة الصفر في البداية، لأن رمز الدولة قد كتب وجاهز هو كما نشاهد فوق في الأعلى، وأيضا يوجد الدول الأخرى إن كان هناك أرقام حسب دولتك التي تقيم بها. إذن نحن الأرقام تبدأ بسوريا 09، أنا لن أضيف الرقم 0 في البداية، سوف أبدأ من عند 9 مثلا. هذا الرقم أريد أن أراسله على الواتساب دون أن أضيف اسمه في جهات الاتصال، سوف أضغط على زر سيند، ويوجد سيند ميديا إن أردت إرسال صور أو ما شابه، سوف أضغط على زر سيند. نلاحظ أنه فتح مباشرة جهة الاتصال في واتساب ومباشرة بدأت بمراسلة هذا الشخص كما نشاهد. تمام أصدقائي، إذن بهذه الطريقة تم مراسلة شخص. طبعا أنا هذا الاسم قد أضفت رقمه، يعني هو رقم هاتف خاص بصديق لي، قد أضفت اسمه سابقا لدي، ولكن لو لم يكن اسمه موجود لظهر هنا رقم فقط دون الاسم في الأعلى. طبعا هذا شرح بسيط لهذا البرنامج واتس دايركت. شكرا لكم أصدقائي لمتابعة هذه الحلقة من حلقات الموقع الأول.